في هذه اللحظة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الإنتاج، هذا الشوط البندقية انطلق بحفظ الله وسلامته في أول المراكز، هذا مرعب للسيد علي بن محمد الطريبيل في أول المراكز، ثاني المراكز هذا لازم للسيد علي بن محمد الطريبيل معهم لازم في ثاني المراكز، ثالث المراكز ثالث المراكز هذه الذيب لسيد سعيد بن محمد المري في هذه اللحظات في الرابع ثالث المراكز، رابع المراكز هذا العبار لسيد عبد الله بن سعيد الاسود في خامس المراكز، واصل هملول لسيد عبد الله بن ظافر الهاجري اللي في اول المراكز مسيطر حتى هذه اللحظات، هذا الشعار علي بن محمد بن طريبيل في اول المراكز مع مرعب، اما اللي في ثاني المراكز هذا ملازم يتعد مكيتهم لازم للسيد علي بن محمد الطريبيل في ثاني المراكز، ثالث المراكز العبار لسيد عبد الله بن سعيد الاسود، ولكن اللي في اول المراكز مرعب مع خبير المضمرين، هذا اللي في اول المراكز هذا مرعب لسيد علي بن محمد الطريبيل في اول المراكز، ثاني المراكز هذا ملازم لسيد علي بن محمد الطريبيل، ولكن واصل بن شفيع واصل شاهين لسيد فيصل بن شفيع المري في ثاني المراكز وفي ثالث المراكز يحاول التسلل، ولكن هي الحفله كريمه، هذا مرعب لسيد علي بن محمد الطريبيل حتى هذه اللحظات في اول المراكز، ثاني المراكز ملازم لسيد علي بن محمد الطريبيل، ولكن من الجانب الايمن شايل السيد فيصل ابن شفيع المري، ولكن ملازم ومرعب وسوغان واصل شاهين واصل السيد فيصل ابن شفيع، ولكن ملازم مرعب وملازم وشاهين مرعب ملازم، ولكن شاهين انتزع المركز الاول للسيد فيصل بن شفيع المري، ثاني المراكز مرعب للسيد علي بن محمد بن ناصر بن طريبيل، وثالث المراكز ملازم للسيد علي بن محمد بن ناصر بن طريبيل. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:21 و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.